أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة من هذه التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية في تونس. وقد بدأ التونسيون المقيمون في الخارج التصويت أمس، فيما دخلت تونس اليوم السبت مرحلة الصمت الانتخابي قبيل الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الأحد، والتي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح لخلافة نفسه. وبدأ الصمت اليوم بعد الانتهاء الحملة الانتخابية التي انطلقت في 14 من سبتمبر الماضي واستمرت حتى 4 أكتوبر أمس الجاري وسط احتقان ودعوات من المعارضة لمقاطعة الانتخابات ومظاهرات كانت آخرها التي شهدتها العاصمة تونس أمس للتنديد بالقمع المتزايد وبالرئيس قيس سعيد الذي وصل للرئاسة بانتخابات قبل 5 سنوات قبل أن ينفرد بالسلطة منذ 3 سنوات. ومن المقرر أن يواجه سعيد غدا النائب البرلماني السابق المؤيد له زهير المغزاوي والنائب السابق ورجل الأعمال عياشي زمال الذي سجن بعد موافقة هيئة الانتخابات على ترشحه الشهر الماضي، وحكم على زمال هذا الأسبوع بالسجن 12 عاما في 4 قضايا، لكنه لا يزال يتمتع بحق مواصلة السباق الانتخابي، بينما رفضت هيئة الانتخابات قبول 3 مرشحين معارضين رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات. تشهد تونس هذا الأحد انتخابات رئاسية هي الثالثة بعد ثورة 2011 والأولى في ظل دستور 2022. المراقبون يصفون المشهد الانتخابي بأنه متشرذم بين دعوات للمشاركة وأخرى للمقاطعة، وكل فريق يتسلح بجملة من الحجج والبراهين التي تثبت سلامة موقفه، كما أنه يخلو من أي اهتمام من قبل الشارع التونسي بسبب إقصاء الأحزاب وأبرز السياسيين الفاعلين من المشاركة في الانتخابات واعتقال وسجن الكثيرين من أصحاب الرأي والمؤثرين في الحياة السياسية. فمن بين 17 مرشحا لخوض السباق الرئاسي لم تعتمد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى مرشحين اثنين هما زهير المغزاوي والعياشي زمان بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد، بينما في انتخابات 2019 خاض الانتخابات الرئاسية التونسية 26 مرشحا. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات التونسية أبعدت جميع المنافسين الجديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما يجعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي وفق بيانها. ومنذ وصول قيس سعيد للسلطة تراجعت تونس من المركز 53 إلى المركز 82 على مؤشر الديمقراطية طبقا لوحدة المعلومات بمجلة الإيكونومست البريطانية، وفشلت البلاد في الوصول إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت نسبة البطالة حوالي 16%، فيما بلغت نسبة التضخم في أسعار الغذاء حوالي 10%، واقترب الدين العام من نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وإذا تسنى للبعض القول بأن الانتخابات الرئاسية في تونس تكاد تكون معروفة المآل، فإن ذلك القول وفق مراقبين ربما لا ينطبق على مستقبل البلاد نفسها التي بات أهلها وشغلهم الشاغل هو التعايش في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة على نحو يغري بالمقارنة بين هذه الأوضاع الراهنة وتلك التي كانت سائدة قبل 2011. ولا يزال الانقسام سيد الموقف في تونس قبل يوم من السباق الرئاسي، فهل يحسم قيس سعيد هذا السباق من الجولة الأولى كما تشير أكثر التوقعات أم سنشهد مفاجآت؟ ومعنا في النقاش في الاستوديو سيد علي بن عرفة الدبلوماسي التونسي السابق، مرحبا بك سيد علي، وعبد الله الكبير المحلل السياسي الليبي، ومن بروكسل عبر خدمة سكايب سيد زياد الهاشمي البرلماني التونسي والقيادي في ائتلاف الكرامة، ومن مونريال زكريا حناش المدون والناشط الحقوقي الجزائري. سيد علي بن عرفة، اليوم بدأ الصمت الانتخابي في تونس، أمس التونسيون في الخارج بدأوا التصويت، تصويت في أي انتخابات رئاسية؟
يعني اختلفت الآراء في حول هل هذه هي انتخابات أم أنه يعني بيعة للرئيس قيس سعيد، لأنه تقريبا يجمع كل متابع للشأن السياسي في تونس على أنه هذه ليست انتخابات لافتقارها إلى شروط الدنيا لانتخابات نزيهة وشفافة، سواء المناخ العام في البلاد الذي يسوده القمع واعتقال السياسيين بتهم يعني تصل إلى الأحكام بالإعدام، يعني عندما يتهم سياسيون في تونس يعني بالتآمر على أمن الدولة، أيضا هناك يعني تضييق على حرية التعبير من خلال قانون وضعه قيس سعيد قانون 54، وهذا يجرم كل من يتناول يعني الشخصيات في الحكومة والمسؤولين بالنقد، وبعض الصحفيين الآن يقبعون في السجن. أيضا هناك يعني تضييق على التجمعات بحيث بعض الأحزاب مقراتها مغلقة ولا تجد حتى قاعات لإقامة ندوات صحفية، وبالتالي هناك أيضا يعني تضييق لدائرة المرشحين، وهو حق دستوري للتونسيين بأن يترشحوا إلى مواقع المسؤولية في الدولة، ولكن تم التضييق في هذا المجال حتى أنه من 17 مرشحا لم يقبل إلا 3 فقط. أيضا هناك منح سلطة كبرى لهيئة الانتخابات بحيث أصبحت هي أعلى من القضاء، فالقضاء حكم بضرورة عودة بعض المرشحين إلى السباق الانتخابي، ولكن هيئة الانتخابات رفضت تطبيق حكم القضاء. ومع ذلك، إضافة إلى كل هذه التجاوزات، تم تغيير القانون الانتخابي قبل أسبوعين من الموعد الانتخابي، وهي يعني غريبة وشاذة، في كل العالم لم يحدث مثل هذا الأمر، وكل الأساتذة القانون الدستوري يعلمون بأن هذا الإجراء يعني مخالف للقانون، لأنه لا يمكن إجراء تعديلات على القانون الانتخابي قبل أسبوع أو أسبوعين من العملية الانتخابية. وحتى أن أستاذ القانون الدستوري السيدة سناء بن عاشور، وهي شخصية حقوقية وقانونية وجامعية أكاديمية معروفة في البلاد، قالت بأن هذه الانتخابات سوف ترافقها لوثة لا شرعية، بحيث مهما كانت نتيجة هذه الانتخابات، حتى وإن فاز سيد الزمال الذي هو يعني يأمل بعض إخواننا من الذين يشاركوا في هذه الانتخابات يأملون في أنه ربما يفوز في هذه الانتخابات، فحتى وإن فاز السيد الزمال فإن القدح في شرعية هذه الانتخابات قائم. السيد زمال والعياشي زمال رجل أعمال البرلماني السابق الذي يخوض هذه الانتخابات وفي السجن، هو وهذا الأسبوع حكم عليه مثلا في 4 قضايا باثنين عشر عام. أصلا ليس هناك شخص ترشح أو عبر عن رغبته في الترشح للانتخابات إلا وأثيرت حوله قضية يعني قضية أمام المحاكم. كل المرشحين تقريبا ذهبوا إلى القضاء في تهم تتعلق بالتزكيات وتتعلق بملفات يعني أوجدتها السلطة، بحيث حتى أن بعض التونسيين بدأت يروجون لنكتة تقول بأن المرأة التي تنزعج من زوجها وتريد أن ترميه إلى السجن تقول بأنه سيترشح إلى الانتخابات، فالسلطة سوف تجد له ملفا وترمي به في السجن. يعني المرشح الوحيد الذي يعني يعتبر منافسا لقيس سعيد هو الآن يحاكم ب 35 قضية وليس قضية واحدة، وإلى حد الآن 4 قضايا فقط يعني حكم عليه ب 12 سنة، فما زالت البقية القضايا ربما يصل إلى 20 و30 سنة، وهذا يعني مشهد بائس لا يمكن لأي إنسان يتابع المشهد في تونس يعتقد بأن هناك انتخابات، وإنما هي مهزلة انتخابية من المفروض على كل العقلاء والمفروض على السياسيين الجادين ألا يشاركوا في هذه المهزلة بأي شكل من الأشكال، لأنها تمنح شرعية لإنسان منقلب هو بالأساس على الدستور ومنقلب على الشرعية، ويريد من خلال هذه الانتخابات أن ينقلب أيضا على العملية الانتخابية ويمدد في الانتخاب ويمدد في السلطة، وبالتالي من المفروض ألا نمنحه هذه الشرعية. سيد زياد الهاشمي، ما رأيك تستمع إلى هذا الكلام؟ أنت البرلماني التونسي من ائتلاف الكرامة في بروكسل، تونسيون في الخارج بدأوا التصويت أمس، على ما أعتقد أنت صوت اليوم في بروكسل، ما رأيك تسمع ما يقوله سيد علي بن عرفة؟ مهزلة، أي انتخابات، بيعة لقيس سعيد. إحراج كبير جدا، لأني باش نعارض
ضيفك الكريم سي بن عارف اللي نقدره برشا، ولكن كلامه الكل صحيح، ما نجمش نقول على حتى معطى قالوا غلط والا مجنب الحقيقه، ولكن فما رؤيه اخرى من زاويه اخرى. بدايه خلينا نتفقوا على حاجه، اللي يقود تيار المقاطعه اليوم في تونس ليس احزاب المعارضه، انما قيس سعيد وما نسميها انا الشركه الاهليه للانتخابات برئاسه بوعسكر الطرف الثاني. يعني في تونس تيار المقاطعه انطلق رسميا من نهار 6 ابريل عندما قال قيس سعيد هناك بعض الاطراف تريد وتلمح المشاركه في الانتخابات وهي رفضت السياق الانتخابي كامل، وقال هذوما يعني يريدون ركوب القطار ولن يركبوا وبدا يخون. ثم انطلقت الابواق الاعلاميه لقيس سعيد بدات تحرض المعارضه على المقاطعه كانهم لازمتهم يمشوا بتمشي زمني كامل، بحكم يقول لك انتم عارضتوا 4 انتخابات فلماذا تاتون للانتخابات الخامسه؟ وكانهم عاملين علينا مزيه. من ناحيه المبدا قيس سعيد تقريبا رفض تماما الذهاب للانتخابات وقالها صراحة، وأكثر منه هو تم الترويج في أكثر من موقع في أكثر من وسيلة إعلامية أنه حبوا يعملوا تجديد العهدة متاع قيس سعيد بداية مع تجديد الدستور، الدستور الجديد متاعه. قالوا أنه عهدة قيس سعيد انطلقت وتم يعني البيعة متاعه مع الدستور الجديد، ولكن لما القاف ما صد داخلي وخصوصا ولأننا نفتح قوس صغير صد خارجي، لأنه قيس سعيد لا يخشى من الداخل، خلينا نحكي بصراحة، ولكن قيس سعيد يخشى ويترعب من أي ملاحظة تصير في الإعلام الخارجي أو دولة خارجية وقت يولي راجع حساباته. لما بدأ الإعلام الفرنسي خصوصا بانتقاد هذا الرأي وطلعت بعض المؤسسات والمنظمات تنقد في هذا وأعضاء من الكونغرس كانت تذكروا نقدوا هذا، قيس سعيد عمل خطوة للوراء وبدأ يتحدث على انتخابات رئاسية. سيد الكريم كان تعرف أنه قبل بساعات البارح قيس سعيد باش نزل فيديو يدعو فيه للمشاركة مع سب وشتم وهتك أعراض كل المعارضين، لأنه قلت لك هو يقود تيار المقاطعة. هذه واحدة. اثنين، هل هذه الانتخابات باش نجاوب لضيفك الكريم قال هي ليست لا نزيهة ولا شفافة ولا حرة. تقريبا فما زوز اوصاف ما ينجم حتى حد يجادل فيهم. هذه انتخابات ليست نزيهه، واضح، لانه بدا قيس سعيد من اقصاء جميع المترشحين اللي كانوا شكلوا عليه خطر من الدور الاول حتى من بطاقه عدد 3 ومن الاوراق، يعني بدات عمليه التضييق. اذا النزيهه ما عادش نجم تحكي عليها. شفافه تقريبا صعب جدا لانه اقصى مجموعه كبيره من المنظمات، ولكن قادت ايضا مجموعه اخرى من المنظمات كمنظمه عتيد اللي عندها الالاف من العناصر باش تراقب، اكثر من هذا حتى الشخصيات المستقله باش تراقب، ولكنها ما تنجمش تقول عليها انتخابات ماهيش حره، بمعنى لانه قيس سعيد استطاع من خلال السلطه نتاعه والعصا الغليظه اختراق المنظومه الانتخابية في جزء كبير منها في الثلثين متاعها، ولكن قادت اللقطة الأخيرة عجز قيس سعيد على تزويرها. ليش؟ هي لحظة وضع الورقة في الصندوق، لأنه قيس سعيد يعلم جيدا ما عندوش القدرة على التزوير الورقة من ناحيتين. أولا القدرة على التزوير لازم يكون عندك فيتو خارجي حتى لا يرفضوا الانتخابات، ولكن سمعنا انه الفيتو الخارجي يقول راه اي لاعب بالصندوق باش تكون العواقب نتاعو كارثيه. هذه واحد. اثنين، هناك عجز فيتو خارجي من اين؟ فما اكثر من عضو بالبرلمان الاوروبي صرح بهذا، فما اعضاء الكونغرس صرحوا بهذا اخر تقريبا منذ اسبوعين احكيوا على الانتخابات. اكثر من هذا، هناك صحفي في تونس اسمه محمد بوغلاب في شهر ماي من شهر ماي تحدث على لقاء في باريس جمع مجموعه من وزراء الخارجيه ممثلين على الخارجيات ومع ممثل من القياده العسكريه في تونس. هذا قالوا محمد بوغلاب، مش قالوا في صفحه فيسبوك، لا، قالوا على اذاعه ديوان اف ام.
ثم تم استدعائه للتحقيق من أجل هذا، ولما أثبت صحة معلوماته هي صحة تسريبات وتم الإفراج عليه وما تحكمش عليه. ثم في شهر جوان جاء صحيفة لوموند نزلت تفاصيل مفصلة للاجتماع هذا والخلاصة، مش ما نقعدوش نحكيه برشا في تفاصيل، وتنجموا تدخلوا على جوجل تتلقوه. جاء تحكيت على أنه المؤسسة العسكرية تعهدت صراحة أنها ستكون الرقيب والحارس على صندوق الانتخاب. ولكن خلينا نحكيه زاد بصراحة، فما بعض الكلام طيب قد يوجع بعض الأصدقاء ولكن لازمته يتكلم. طيب ولكن سأعطي سنسمع من السيد علي بن عرفة، ولكن في هذا التفصيل فيما يخص المؤسسة العسكرية، بدأ للمتابع المشهد التونسي أنه ربما كان هناك تدخل من المؤسسة العسكرية التي بدونها قيس سعيد ما كان يبقى ويستفرد بالحكم، لما أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بأحقية ثلاثة مرشحين بالعودة للانتخابات، سيد منذر زنايدي الوزير السابق في عهد بن علي، السيد عماد الدائمي مدير ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي مثلا، وأيضا السفير السابق مكي، ولكن عدم قبول ملفات هؤلاء المرشحين و استمرار أيضا استهداف المرشح الذي يقدم على أساس أنه المنافس لقيس سعيد أيضا العياشي زمان، بدد كل هذا الكلام. أقول لك علاش، لأنه بكل بساطة ليست مهمة المؤسسة العسكرية تطبيق قوانين المحكمة الإدارية، هذه رقم واحد. رقم اثنين، المؤسسة العسكرية باش ما نكذبوش زاد على بعضنا، ويمكن فمش كومش يتقلق لازمته يتقال. في بداية الانقلاب هناك اعتقاد كان عام والسائد لدى الرأي العام السياسي في تونس أنه هناك تماهي من بعض المؤسسات العسكرية وخصوصا المحكمة العسكرية مع بعض القضايا التي رفعها قيس سعيد، وكانت حتى ضد قيادات من ائتلاف الكرامة. ولكن بعد تقريبا ستة أشهر من الانقلاب وقع تغير كبير. المؤسسة العسكرية وخصوصا المحكمة العسكرية قامت بخطوة الوراء وأحالت جميع القضايا التي موجودة لديها للقضاء المدني، ورفضت من بعدها أن تباشر أي قضية ضد معارض سياسي. باش نعطيك دليل، نعطيك مثلا ولي سكوب عمر ما قلت باش نقوله تو، مثلا عاد كشبيل الصهر يعني نسيبة قيس سعيد هي محامية في سوسة وعندها مكتب محاماة، قدمت ستة قضايا بقيادات من ائتلاف ائتلاف الكرامة عن طريق المحكمة العسكرية، وتم رفضها كلها لدى القضاء العسكري، وقال وأحالها كلها بعدم الاختصاص إلى القضاء المدني. وثم خرجت بعض التسريبات قيل لنا أنه القضاء العسكري أغلق القوس وقال لن نتورط مجددا في محاكمة لمعارض سياسي. هذا تقريبا منذ سنتين وأكثر التالي. إذن مصر واسعة عسكرية ليس من دورها أنها تمشي تطبق أحكام القضاء الإداري. وأنا قلت لكم المعلومة أسوقها ليس بتحفظ، هي معلومة وليس تحليل. هناك حماية من الطرف المؤسسة العسكرية للصندوق وليس للعملية الانتخابية. خلينا نكون واضحين. يعني باختصار، لأنه على الصندوق، الصندوق ما هوش مش يتلعب فيه. أكبر دليل على هذا هو الرعب اللي موجود في وجه قيس سعيد. نعطيك حاجة، شوف عندنا مثل نحن المسلمين والعرب بنقولوه، يقول لك الغباء جند من جنود الله يسلط الله على الظالمين. قيس سعيد في لحظة غباء سمح بمرور الزمال عايشي زمال، وهو علاش خلاه يتعدى؟ لأنه احتقره وقال أنه هذا لا يمثل خطر عليه، لأنه قيس سعيد كان باني السردية متاعه والفلسفة متاعه للانتخابات على فكرة المقاطعة. كان ماشي للانتخابات وهو مطمئن مهبط يديه فرحان طيب أن المعارضة ستحافظ على المقاطعة. طيب أعتقد الفكرة واضحة. قبل المقاطعة في الفخ، لما بدأت أطراف سياسية وازنة في البلاد تحكي على المشاركة، وقتها قيس سعيد انطلق في عملية هرسلة عايش الزمان. وبدأت من عرب مغشور أقول لك حاجة، عايش الزمان عنده 37 قضية، ولد البارع هبطوا عليه 13 سنة حبس، المساعد نتاعه 13 سنة حبس، اخواته ثلاثة محكومة على جابوهم في قضايا مالية وتو في الريشيرش، هبطوا على اخوه 830 مليون اختية، فما هرسلة رهيبة عليه. إذا كان قيس سعيد مطمئن من نتيجة، علاش يعمل في هذا؟ طيب خلينا نسمع رد السيد. نتيجة.
خلينا نسمع رأي قبل أن نسمع من السيد عبد الله الكبير، ما رأيك فيما يرد سيد علي بن عرفة ما قاله زياد الهاشمي؟ هو بالنسبة لي الأمور ليست محسومة على مستوى الصندوق يعني هو سي زياد صديق محترم يعني، ولكن هناك الكثير من النقاط اللي بالإمكان تفاعل معها. أولا بالنسبة للحديث على المؤسسة العسكرية فكلها يعني احتمالات وقراءات، ولا يستطيع الإنسان أن يبني عليها موقفا. هذه مؤسسة محصنة لها مواقفها يعني، اللي هي في تونس على الأقل ليست أوراق مكشوفة وإنما توقعات بعض السياسيين حتى يرجحوا خيارا من الخيارات، فإنه يعتبر أنه أن تضمن المؤسسة العسكرية الأمانة أو على الصندوق، هذا معمول به يعني، هذا دورها منذ بورقيبة إلى بن علي إلى يعني، دائما هي التي تحمي صندوق من مكان الاقتراع إلى مكان، وكذلك حتى بالنسبة للامتحانات يعني كلها، فهي الأمن والجيش تقريبا هو الذي يقوم بهذه الحماية. إذن يعني المشكل اللي لم ينتبه إليه الصديق زياد هو أنه قيس سعيد لا يحتاج إلى التزوير ولا يحتاج إلى يعني العبث بالأصوات داخل الصندوق، هو سيعبث بالأصوات بعد صدور النتائج، بمعنى أنه النتيجة التي ستعلنها الهيئة هناك سوف يكون العبث، لأنه وضع قانونا انتخابيا وفيه حمى نفسه بحيث يضمن لنفسه تمديد في الرئاسة من خلال فصل في القانون اسمه فصل 143. فصل 143 يتيح لقيس سعيد أن يسقط كل الأصوات التي سيتحصل عليها الزمال، بمعنى أنه من خلال هذه الأحكام 35 قضية يمكن اعتماد حكم واحد فقط لإسقاط كل الأصوات التي تحصل عليها الزمال، وبالتالي يكون هو فائزا. بالنسبة للحديث على البرلمانيين الأوروبيين والأعضاء في الكونغرس، يا أخي زياد أنت كنت نائبا في البرلمان، هل تعتبر أن تصريحك ومجموعة من النواب داخل البرلمان تصريحك ضد انتخابات في دولة أخرى هل هذا له وزن يعني بحيث أنه يشكل معطى يمكن البناء عليه؟ هذه لا نضخم أخي زياد من موضوع البرلمانيين الأوروبيين، بارك الله فيهم يعني مواقفهم مبدئية وجيدة ويعني أمينة لمبادئ وقيم الديمقراطية، ولكن لا نستطيع أن نبني عليها، هي مواقف. أو عضو في الكونغرس يعني أنت عضو في البرلمان تستطيع أن تصدر ومجموعة من النواب يعني موقفا تجاه انتخابات في الجزائر أو في المغرب، ولكن أي أثر لذلك؟ لا أثر له في الحقيقة يعني، لا يجب أن نبالغ في هذا الجانب. وهناك الكثير، هناك الكثير ما يقال يعني، هناك الكثير ما يقال. سيد عبد الله الكبير، كيف ينظر لهذه الانتخابات في تونس من الجارة ليبيا؟ نعم، أولا تحية طيبة لك أستاذ جمال وللضيوف وللسادة المشاهدين والمتابعين لقناة المغاربية. الغريب أنه بقدر ما تفاعل الليبيون مع انتخابات 2014 و2019 ورأوا أن فيها يعني تحققت فيها شروط الانتخابات وكانت منافسة حقيقية ومنافسة جدية، الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها السيد قيس سعيد الرئيس الحالي 26 مرشح، الأجواء الانتخابية، التفاعل يعني نظرنا الحقيقة ربما بغبطة، لا أقول بحسد، أن تونس شقت طريقها نحو مسار ديمقراطي واضح. الآن ليس هناك أي صدى للانتخابات التونسية في ليبيا، لا وجود لها مطلقا. لو كانت هناك انتخابات حقيقية أنا متأكد أنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ستكون هناك متابعة وتفاعل. الغريب أنني قبل أن أدخل إلى الاستوديو بحوالي ساعة تواصلت مع صديق ليبي موجود في تونس، قلت له كيف هي الأجواء الانتخابية في تونس؟ قال لي ما فيش أجواء انتخابية. مرة قال لي نشوف شعار كلنا قيس سعيد، لكن لا وجود يعني هذه الانتخابات هي الحقيقة هي أقرب إلى المهزلة أو إلى الكوميديا، ليست انتخابات تتحقق فيها شروط الانتخابات. ورغم كل الإجراءات التي اتخذها الرئيس لكي يجدد البيعة، هي ليست انتخابات، هي أقرب إلى البيعة، ولا يبدو أنه يبالي بالمقاطعة وعدم المشاركة. لكن أخطر من خلال متابعتي، أخطر شيء هو عدم تنفيذ حكم قضائي
من القضاء الإداري حكم نهائي وغير قابل للطعن، ولا تنفذه الهيئة الوطنية للانتخابات. عدم تنفيذ أحكام القضاء هذا أمر خطير جدا، وإذا لم يعالج هذا الأمر وبسرعة، وإذا تجرأت أي مؤسسة أو أي مواطن على عدم تنفيذ أحكام القضاء فعلى الدولة السلام. هذا الحصن الذي ينبغي أن تحرص عليه كل المؤسسات التونسية. طيب. ما معنى طبعا قيس سعيد أستاذ قانون دستوري، وهذا أيضا بالمناسبة يعني هو لا رد على هو على القيس سعيد يريد تجديد البيعة، هو بالعكس شعاره الشعب يريد، يقول بأنه قبل عشية الانتخابات أمس يقول بأنه هذا الموعد يمثل فرصة حاسمة لتحديد مصير البلد والوطن، الشعب يريد هو يتجاوز الحدود ويمثل طموحات الشعب. قيس سعيد والحقيقة عايش في وهم، يعيش في وهم كبير ويزعم أن هناك مؤامرة على تونس. يعني لنكون صريحين، أنا والله نحب تونس، وتونس وليبيا يعني نعتبر فيهم بلد واحد، وعندما أكون في جنوب تونس أشعر وكأنني في ليبيا، اللهجة، الملابس، البضائع، أسلوب الحياة، يعني تون ليبيا ما فيش. ولكن أقول مصر، ما الذي تشكله تونس في الإقليم أو في العالم أو في المنطقة حتى يتآمر عليها العالم؟ يعني شو بتآمر على تونس زي ليبيا؟ يعني تونس مهد الربيع العربي، هذا ربما هناك من يرى إن كانت هناك مؤامرة استهدفت تونس وهي مؤامرة الانتقال الديمقراطي. مؤامرة انتقال الديمقراطي هذه استهدفت الجميع، هذه استهدفت الجميع، هو استفاد منها قيس، هذه استهدفت الجميع. ولكن يعني إذا لم تنحني لا أحد يستطيع أن يركب على ظهرك، إذا لم يكن الخلل في دول الربيع العربي وفي شعوب الربيع العربي ما استطاع أحد أن يتآمر علينا. نعم المؤامرة موجودة في بالتأكيد، لا أحد يريد الديمقراطية ولا أحد يريد تداول سلمي على السلطة، يريدون رئيس أو حكومة مدجنة تخضع لاستراتيجياتهم لإملاءاتهم، هذا أمر معروف من عشرات السنين منذ أن خرج الاستعمار وترك وكلاءه في هذه المنطقة. لكن لو كانت الشعوب قوية وواعية، لا نلوم طبعا الشعوب العربية التي عاشت في ظل الاستبداد والتي هي مشغولة الآن في ملاحقة قوتها اليومي، ولكن سأختم بهذه أستاذ جمال، إذا لم تكن الشعوب محصنة وضد الانقلابات ومع الديمقراطية وضد أي محاولة، هذه نقطة لابد من التركيز عليها، ضد أي محاولة لعدم تنفيذ أحكام القضاء ولتجاوز، هذا ازدراء للقانون، هذا ازدراء للعدالة، أنك أنت لا تنفذ حكم قضائي. بالتالي الخلل ليس في الخارج وليس في من يتآمر علينا أو لا يريد الديمقراطية، الخلل فينا نحن. ملاحظة يعني استئنافا لقول الأستاذ الكبير، يعني ما ذكره الأخ زياد نحن نتفق فيه، يعني مبدأ المشاركة نحن دخلنا في سياق المشاركة بالضبط بنفس العقلية التي تقود الأخ زياد الآن، وهو أننا نريد أن نستغل الفرصة. ماذا قال الأخ الكبير الآن؟ قال بأنه لما نوصل إلى مرحلة أنه الهيئة لا تنفذ قرار القضاء الأمر حسم وانتهى، بمعنى أنه الانتخابات حسمت، يعني القضاء لم تعد له سلطة، وإنما هيئة الانتخابات التي هي أصبحت الآن خصما وحكما في العملية الانتخابية وهي مكشوفة وواضحة مساندة لقيس سعيد، هي الآن أصبحت يدها العليا في العملية الانتخابية. قيس سعيد في المقابل عند ذلك نحن توقفنا، يعني الأخ زياد لابد أن يعلم بأننا يعني كنا متفقين في نفس الخطوات ونفس المسار، ولكن عند قضية قرار المحكمة الإدارية الذي أقصى، يعني الذي قضى بعودة المرشحين والهيئة التي رفضت تطبيق القانون، عندما نصبح في دولة لا يطبق فيها القانون يعني أصبحت العملية عبث وأصبحت العملية الانتخابية لا قيمة لها. هنا نحن اختلفنا، فما زال أخونا زياد وبعض الإخوة الذين يرغبون في المشاركة ما زال لديهم هذا الأمل، نحن نقول أنه لم يعد هناك أمل. وبالتالي الفارق هو في من هو الأقرب إلى الصحة، هل ما زال هناك أمل أم ليس هناك أمل. سأعود طبعا سنعطي فرصة للسيد زياد الهاشمي، لكن قيس سعيد يتحدث في المقابل، الشعب هو الذي يختار، هو من يملك القرار، وأن يتحدث عن صمود الشعب أمام محاولات زرع الفتنة وبث اليأس والإحباط والاستسلام، يتحدث حتى عن حرب استنزاف طويلة ضد قوى الردة والعمالة في الداخل مرتبطة بدورها بدوائر
خارجية يقوم وتسللت إلى مرافق العمومية. الشعب هو الذي اختار إلغاء الدستور 2014؟ هل الشعب هو الذي اختار أن يغلق البرلمان؟ هل الشعب هو الذي اختار دستور قيس سعيد الذي كتبه بيده؟ هل الشعب هو الذي اختار نظام المجالس الذي وضعه قيس سعيد؟ هل الشعب هو الذي يعني طلب من قيس سعيد أن ينكث أو على قسمه على احترام الدستور؟ كل ما يفعله قيس سعيد لم يستشر فيه الشعب. طيب سنعود إليك سيد زياد الهاشمي، سنسمع من ردك طبعا، نسمع ردك، ولكن دعنا نشرك معنا الآن زكريا حناش مدور ناشط الحقوق الجزائري من مونريال، والذي أقمت لفترة في تونس، كنت لاجئا في تونس من الجزائر بسبب نشاطك الحقوقي. زكريا حناش، كيف ينظر لهذه الانتخابات؟ كيف تنظر لها؟ عشت في تونس، وكيف ينظر لها من الشقيقة الكبرى كما توصف من الجزائر؟ أولا قبل كل شيء أحيي الشعب التونسي وأحيي المجتمع المدني التونسي. صحيح عشت في تونس عام، وأنا صراحة يعني أنا في مونريال بعد الجزائر أعتبر وطني ثاني وتونس، لأنه عندما يعني كنت في تونس يعني كي كنت في الأحياء الشعبية، عندما يجيك يعني مواطن تونسي يعرف الجزائري، هناك حب، هناك مودة، هناك تاريخ بين الجزائر وتونس، هناك دم التوانسة اللي ضحاوا من أجل القضية الجزائرية مثل ساقية سيدي يوسف. وما ننساوش الدور الشعب التونسي ودور تونس في استقلال الجزائر، وحتى يعني يعني المجاهدين أو القيادات الثورة التحريرية قروا في الزيتونة. يعني هناك تاريخ مشترك بين الجزائر وتونس. عودة إلى إذا ما يحدث في ما يحدث حاليا في تونس، أنا بالنسبة لي يعني كاعتقادي قيس سعيد يقول هناك أيدي خارجية وتآمر على مع تونس، أنا متفق معاه، لكن من جانب آخر متفق معاه على أن تونس هي كانت شعاع، كانت تلك الشمعة اللي طفات من الشعوب المجاورة، لأنه ما نساوش ثورة الياسمين، هي تونس كانوا نقولوا بلي الثورة اللي نجحت اللي كانت كل شعوب المنطقة كامل كانت تشوف في تونس، كانت تشوف في نجاح ثورة تونس، ونجاح ثورة تونس راح يكون فيها تأثير مباشر مع الشعوب المنطقة المجاورة، لأنه المجاورين تونس عبارة عن أنظمة دكتاتورية مثل الجزائر، مثل دول كل الشمال إفريقيا عبارة للأسف هي عبارة عن دول دكتاتورية. في إذا نجحت الثورة في تونس بطريقة أليس يعني راح ينتشر في الدول المجاورة، لذلك فيه تأمر تونس على تكون أن الثورة الياسمين اللي كنا نحضروا عليها ونفتخروا به على أنها ثورة اللي راح تأخذ تونس إلى مسار ديمقراطي. أنا نشوف أكثر ديكتاتورية، ما كانش ديكتاتورية أكثر من ديكتاتورية قيس سعيد. ولوصل إن عندما يصل رئيس جمهورية يكون فوق القانون وفوق القضاة وفوق الدستور، يعني جامي شفنا شخصية أو ديكتاتور وصل قيس سعيد وصل الآن يعني كان فوق الدستور وفوق القانون. حوصلنا الانتخابات الرئاسية عندما يصل يعني هيئة تقضي القضاء خلاص ما بقاش، عندما القضاء يعطي يعني القضاء الإداري يعطي حكم نهائي في شيء، يأتي شخص يعني يعطي أمر فوق القضاء وينهي ويعطي الصلاحيات للهيئة الوطنية للانتخابات، هو يعني قيس سعيد أو تونس، احنا سموها ابنة الجزائر أو شقيقة الجزائر، سموها كما حبيتوا. يعني تونس راهي تتبع التكتيك الجزائر. احنا عندنا شفنا الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 7 سبتمبر، شفنا فضيحة، يعني فضيحة في جميع المقاييس، وكنتوا تعرفوا واش راه في الجزائر بلا ما نعاودوا نذكروا. نفس الشيء منطبق، راح يمدوا كل الصلاحيات للهيئة الوطنية للانتخابات. احنا في الجزائر هناك يعني في بداية الأمر مدوا 34 يعني أعطوا نسبة معينة، أعطوا 98% للتبون. بعد ذلك بعد يومين أو 3 أيام غيروا المعطيات، غيروا كل الأرقام. هل هناك شخص يحاسب؟ هل هناك هيئة تحاسب؟ نفس الشيء في تونس. يعني هل هو نفس السيناريو الانتخابات الرئاسية في تونس في الجزائر، أم أنه في الجزائر على تخريجة النظام جاب مرشحين وصفا بأرنبين وشارك في الانتخابات؟ في تونس يبدو أن المرشح الأوفر
لمنافسة قيس سعيد، يواجه هو الآن في السجن، ينافس قيس سعيد وفي السجن وحكم عليه ب 12 عاما. لنفترض سيناريو مثلا، في الجزائر هناك حكم عسكري، في تونس هناك حكم بوليسي معروفة، في الجزائر الأمن الداخلي هو اللي يحكم في تونس. هل في تونس الأمن الداخلي الذي يحكم، أم أنه ما كان لقيس سعيد أن يستفرد بالحكم بدون تغير كبير في مقاربة الجيش التونسي وبدون دعم الجيش التونسي الذي وفر حتى عسكر لقيس سعيد عندما تمت محاصرة البرلمان؟ وهذا تغير على الطريقة الجزائرية، دور الجيش التونسي وإن كان ليس بما يظهر في الجزائر. في تونس معروف انه الامن الداخلي هو اللي يحكم، يعني الصلاحيه كامله باش تحكم البلاد يحكي لازم الامن الداخلي، قيس سعيد مع الامن الداخلي او وزاره الداخليه كما يسموها. المهم حبيت نعطي سيناريو مثلا، لو كان مثلا المرشح الثاني اللي كان صحيح اسمه زمالي ياخذ يفوز بالانتخابات ويخرج قيس سعيد ويخرج الهيئه الانتخابيه الاخر الوطني الانتخابات تقصيه وتقول انه تعطي ارقام اخرى، من يحاسب؟ ما هي الميكانيزم المحاسبة؟ قيس سعيد يطلع روحه هو رئيس الجمهورية على أساس أنه متابع قضائيا ويلغي جميع الأصوات، من سيحاسب قيس سعيد ومن سيحاسب الهيئة الانتخابية؟ ولكن من يدعم؟ من يدعم قيس سعيد خارجيا؟ هناك طبعا الدور الجزائري الذي يشار له، مع أنه طبعا في السابق أشير دور أثيرة دور الإمارات ودور حتى مصر. ماذا عن هذا السؤال، دعم النظام الجزائري لاستمرار قيس سعيد؟ بالنسبة لي ليس الجزائر فقط، كل الأنظمة المجاورة وكل أنظمة شمال إفريقيا ما تساعدهاش أنها تونس تكون دولة ديمقراطية، لأنه لو تنجح الديمقراطية في تونس راح ينتشر ذلك، يعني كل الجزائريين اللي بين كل 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 يتابع الوضع في تونس، لأنه الشرارة بدأت في تونس أصلا وبعد الثورة انتشرت جميع الشعوب. لو تونس الآن لو حاليا تونس الشعب التونسي يخرج من المحنة تاعه ويخرج إلى مسار ديمقراطي حقيقي، يخرج إلى مرحلة انتقالية يكون فيها جمهورية ديمقراطية حقيقية، الشيء يمتأمل الشعوب المجاورة، وهذا الكل يعني وليس الجزائر فقط، أنا بالنسبة لي كل الشعوب كل الدكتاتوريات المجاورة لتونس كلها تريد بقاء قيس سعيد لكي تمد يعني تمد كعبرة للآخرين. حتى كنت في تونس أنا شخصيا كنت بعض المواطنين اللي كانوا أصبحوا هناك بروباغندا إعلامية للنظام التونسي وصل يقول أنه الديمقراطية هي السبب، يعني ولي يسبوا في الديمقراطية. أنا التونسي كي تروح تونسي بسيط يقول لك واش دخلنا في الديمقراطية، أنا ما عندي لا خدمة ولادي ضايعين يعني المستوى المعيش يطلع، يعني يقول لك علاش أنا ما يدخلنيش على الديمقراطية، أنا أعطيني نعيش نكسب كما يقولوا يحبسوا الحرقرة يحبسوا الحقرة يعيش مليح ينقصوا كيف يقولوا الغلاء المعيشي، هو أصبح تلمو يعني منذ سنوات والمشكل الاقتصادي في تونس أصبح المواطن التونسي مهم مش ديمقراطية المستوى المعيشي، يقول لك أنا زكمني المستوى المعيشي بتاعه والديمقراطية ديها، وين وصلت به البروبوكاندا الإعلامية في تونس؟ يعني أنا بالنسبة لي شخصيا ليس الجزائر فقط بل كل الأنظمة المجاورة لتونس ما تساعدهاش أنها تونس تخرج من محنتها وتكون فيها دولة ديمقراطية. طيب ابقى معنا زكريا حناش. زياد الهاشمي يعود إليك، وكنت تشير سمعت لما قاله علي بالعرفة وسيد حتى عبد الله الكبير، أنت ما زال لديك أمل بأنه باستطاعة عياشي زمال وهو في السجن، وكنت تشير إليه أن يفوز فعلا في هذه الانتخابات وأنه الجيش له ضمانة عدم تصوير هذه الانتخابات في الصناديق، مع أنه علي بن عرفة سمعت ما قاله هو أنه تصوير ربما يتم قبل ذلك، ولكن كيف تغير الأمر وأصبحنا نتحدث عن دور للمؤسسة العسكرية في تونس؟ بالعكس تاريخيا الحكم في تونس ديكتاتوري مع بورقيبة ومع بن علي، ولكن أمني بوليسي بيه. خلينا نمشي بالآخر السؤال متاعك ثم نعود يعني شيئا فشيئا للإجابات. أول نساء في تونس المؤسسة العسكرية وقع يعني تحجيمها من عهد بورقيبة إلى عهد بن علي، بالرغم أنه بن علي سليل المؤسسة العسكرية ثم ذهب إلى المؤسسة الأمنية، ولكن لا ننسى أنه ابتداء من 2011 المؤسسة العسكرية في تونس على عكس
بعض الدول العربية اللي كانت يعني سبب الانتكاس الديمقراطي في البلدان العربية كما على غرار مصر، كانت المؤسسة العسكرية في تونس هي الضامن الرئيس للمرور لانتخابات في 2011 في 2012، ويعني عملت يعني كانت هي الضامن للسلاسة متاع انتقال الحكم، واللي كانت المؤسسة الأمنية هي بالعكس ومع الدولة العميقة اللي كانت تضرب في الانتقال الديمقراطي، والمؤسسة العسكرية إلى حدود تقريبا ليلة الانقلاب 25 جويلية كانت دائما مؤسسة عاملة خطوة إلى الوراء من الجميع. هذاك علاش الناس كل تفاجئت، وأنا واحد كل واحد من الناس كنت متفاجئ لما كنت أمام البرلمان مع رئيس البرلمان لما لقينا الدباب ولقينا الجنود. ونتذكر أن الفيديو كان مازال موجود وتلقوه على اليوتيوب، أنا لما خطبت الضابط قلت له انا نحترموك لانكم كنتوا دائما انتم السند الرئيس للديمقراطيه، ما توسخوش يعني التاريخ نتاعكم بالمشاركه في انقلاب. وهذا كان كلامي مباشره للضابط اللي كان قدام الدبابه، وهو التسجيل موجود ترجع تلقاوه في الشان نتاعي على اليوتيوب. اذا المؤسسه العسكريه كانت دائما في تونس ضامنة للانتقال الديمقراطي، مش يقول لك عكس هذايا، ما بحبش نقول يعني غلط ولا كذا، فهذه شيء حدث في طبعا قائد الجيش التونسي موقف رشيد عمار معروف بعد هروب بن علي وقبل ذلك ورفض المؤسسة العسكرية طلب بن علي تدخل لقمع المتظاهرين. لا أكثر من هكاك، حتى في فترة الباجي قائد السبسي لما يعني الباجي قائد السبسي في الأيام المرض نتاعه طلب أيضا من بعض القيادات العسكرية أن تلعب دور سياسي بالضغط على بعض الأطراف ورفضوا هذا تماما. لهذا أنا قلت لك ناس كل استغربت يعني لماذا تم إقحام المؤسسة العسكرية في الأشهر الأولى للانقلاب، ولكن الحمد لله يبدو أن فما أصوات داخل المؤسسة العسكرية أعادت المؤسسة العسكرية للمربع إلى الخلف. وقلت لك تقريبا يعني إذا كان الانقلاب عنده 3 سنوات، ناحية 6 شهور الأولى فقط اللي دخلت الحكايه بعضها ما بين القضاء العسكري والمعارضين وكذا، لكن من بعد شفنا انه المؤسسه العسكريه عملت خطوه الى الوراء ورفضت رفض تماما. انا قلت لكم من خلال يعني معطى شخصي، قضايا ضدنا نحن رفضت انها تحلهم ضد المعارضين، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ولهنا خليني بربي بحب اللوم بعتاب يعني عتاب الاحبه، خلينا نقول تو مثلا وقت اللي يخرجوا بعض الاصدقاء يقول لك منذ يعني خرج قيس سعيد ورفض يعني تنفيذ قرار المحكمة الإدارية فالمسار كله تضرب ولم يعد نزيه. والله الكلام هذا راهو يحس في نفسي انه نقول راهو غلط. وعلاش غلط؟ لانه قيس سعيد اعلن على انه المسار كله غير نزيه من اللي توقف لطفي المراحل. لانه قيس سعيد بدا يعلن انه داخل في مسار انتخابي غير نزيه منذ اشهر قبل الاحكام الاداريه، من اللي بدا وقتها حتى لطفي المراحل في الحبس وحتى مجموعه اخرى من المترشحين يعني في الحبس، وبدا في عمليه القمع نتاعو. اذا مش على خاطر وقت اللي توصل لنا نحن المظلمه القانونيه يصبح هذا والله المسار غير نزيه، ولكن نحن اش قلنا؟ قلنا المسار كله غير نزيه، واللي باش يقول لك عكس هذا غلط ويغلط في روحه. ولكن هناك فجوة، لأنه سبحان الله ربي سبحانه أعماه لما خلاه عدى العيش الزمان، وهو شلق بالغلطة هذه وحاول قاعد يدارك فيها من خلال القمع على عيش الزمان، لأنه قيس سعيد قلت لك يعلم جيدا ليس له سلطان على الصندوق، ويعلم جيدا أن هناك أطراف دولية. ولهنا خلينا نجاوب ضيفك الكريم وصديقي العزيز، قال ما فائدة الأطراف الدولية؟ أخوي منين ما هي فائدتها؟ 3 سنين شكون اللي وقف معانا نحن البر؟ شكون اللي عطينا القضايا؟ يا اخي نحن كما لما قدمنا قضايا في باريس وفي بروكسل وفي جنيف، شكون اللي وقف معانا باش خلى رضا شرف الدين هرب من بروكسل وهز روحه وولده ومشى للامارات؟ مش على خاطر فما لنا نواب وسياسيين وقفت معانا لهنا؟ شكون اللي خلى نادي عكاشه هربت من باريس وهي ومشات للامارات وطوع مشات لدوله اخرى؟ شكون؟ مش مجرد القضايا اللي قمنا بها هنا ووقفوا معنا منظمات ووقفوا معنا سياسيين. شوف ما لازمتناش ننكروا ولا نكونوا جاحدين مع ناس وقفت معنا. اكثر من هذا، شكون اللي وقف
يعني اليوم القروض الكل نتاع قيس سعيد من خلال يعني الكونغرس الامريكي، مش اعضاء من الكونغرس الامريكي هي اللي وقفت التمويلات ووقفوا القروض نتاع قيس سعيد. اليوم شكون اللي واقف 10 يعني حجر عثر امام قيس سعيد من القروض الخارجيه ولا اعتراف حتى الاوروبي؟ مش النواب الاوروبيين ولا التحرك نتاعهم والمنظمات هذه؟ اليوم قيس سعيد عنده اكثر من عامين ما خرجش من تونس، مشى فقط مرتين عزه، مشى عزه في ايران في ايران ومشى عزه في 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 عمان. شكون اللي منعه باش يجي لهنا؟ هما النواب الاوروبيين والنواب الموجودين هنا والمنظمات المجتمع. شوف رانا 3 سنين ماناش راكدين، 3 سنين نتحركوا وانت تعرف وانت سيد العارفين تعرف مدى التحرك نتاعنا ومدى العمل اللي خدمناه مع منظمات ومع مجالس حقوقيه ومع برلمانيين، والحمد لله لقينا منهم تجاوب. ماهمش الكلهم بايعين الطرح، ماهمش الكلهم سادين الاستبداد، لو كان جو كلهم هكاكا راهو. طيب خلينا نسمع، خلي الوقت يضغط علينا سيد زياد، نسمع السيد علي بن عوف. انا نفس الفكره وانا وحدي، ما يصيرش خلينا نعبر شوي. تفضل. نختم بالجمله هذه لو تسمح لي. تفضل. خليني نكرش كبيره شويه، انتم ثلاثه نفس الموقف انا ميساج. شوف خليني نقول حاجه، قيس سعيد نعاود نقولها ماهوش النابغه والالمعي في عالم السياسه باش نجم يعمل هذا الكل، لا بالعكس هو فما ضعف كبير جدا كان من المعارضه اللي كان مازالت لتوا عندها جانب كبير من الحقد. للاسف اليوم مازلنا نسمعوا لا خوانجيه ولا حتى شيء في المسيرات، وقيس سعيد استغل الشرذمه هذه باش بنى الانقلاب. ولكن قيس سعيد في غفله منه ربي هلكوا وعماه لما خلى فجوه تعدى منها عايش زمان، وهو تو يحب يدارك الفجوه هذه ويسكرها. هذاك علاش قلت لك فما حاله ارتباك وحاله رعب من قيس سعيد من لحظه الصندوق. اليوم نحن امام فرصه ذهبيه وللاسف. يعني هناك يعني هناك يعني هناك فرصه ذهبيه في رايك لعياش زمان وهو في السجن ان يفوز بهذه الانتخابات؟ قادر. ولو هذا وليس وهذه مش حاجه جديده ولا عجبه، منذ اشهر قليله وقع نفس السيناريو في السنغال. في السنغال الرئيس السنغالي حط جميع المعارضين وعلى راسهم يعني زعيم المعارضه حطوا في الحبس وعمل الموبقات الكل كما قيس سعيد، ما خليش موبقه ما عملهاش. طيب وخليف ومن اجتمعت جميع المعارضه على المعارض اللي موجود داخل السجن وصوتوا له الكل وفاز بالانتخابات نتاعو وخرج مباشرة من السجن للبرلمان، أدى اليمين وذهب إلى القصر، والرئيس اللي حكم عليه موجود اليوم هو في السجون. يعني بمعنى لو كان النحو البغض والحقد نتاعنا والناس الكل تتحد نهار لحد غدوة ونمشيو نصوتوا لعايش الزمان، عايش الزمان ان شاء الله نهار 6 يخرج من السجن، نهار 7 طيب يكون موجود في القصر، وقيس سعيد يكون موجود هو في السجن ويتحاكم هو والعصابه اللي معاه. اليوم رانا قدام فرصه ذهبيه. طيب خلينا نسمع السيد. سيد فما وجيعه، باش نختم الجمله دي. طيب فما وجيعه للاسف. انا اليوم مثلا عندي طرح ونقول فن نشارك في الانتخابات وبعد لكل حادث حديث. طيب خلينا نسمع السيد علي بن عرف. ابقى معنا زياد الهاني، زياد الهاني لو سمحت. سيد علي بن عرفة تفضل، ما رأيك؟ يعني كنت دائما ألتقي بالصديق زياد على القنوات الفضائية وكنت أسعد بحماسه في استهداف النظام وخاصة الانقلاب قيس سعيد. اليوم يعني أجد أن هذا الحماس في اتجاه أنا لست راضيا عنه للأسف الشديد، ولكن إن شاء الله بعد 7 أكتوبر سنلتقي مجددا في مسار النضال والمقاومة للانقلاب من أجل إخراج بلادنا من المأزق الذي تردت فيه وعودة المسار الديمقراطي إن شاء الله. إذن هي لحظة فقط نختلف فيها بين الأمل في وجود أمل وبين من هو آيس من وجود أمل في العملية المرتبة من طرف قيس سعيد. صديقي زياد يقول بأنه والله أنتم ليش مش منذ إقصاء المرايحي والشعري وغيره وألف الحامدي، لماذا منذ ذلك التاريخ لم تيأسوا من هذه الانتخابات؟ أخي زياد هؤلاء يعني في نفس السياق
المنظومة أو في نفس السياق القابل بالانقلاب. هؤلاء ليسوا يعني معارضين جادين لقيس سعيد، هؤلاء يعني بعضهم إن لم يكن كلهم، بعضهم يعني مساند، عفوا بعضهم مساند لأحداث 25 جويلية، وبالتالي الفارق كبير. نحن الآن محكمة الإدارية هي أصدرت قرارا لم تصدره لبقية، هؤلاء لجأوا إلى القضاء، هؤلاء لجأوا إلى القضاء وأنصفهم القضاء، وبالتالي نحن مع تطبيق حكم القضاء. لو حكم القضاء للمرايحي أو لألفة الحامدي أو للشعري أو غيره لساندناهم في مطلبهم بالعودة، مثل ما ساندناهم في التزكيات. يعني نحن مع مساندتهم في الترشح من أجل افتكاك حق الترشح الذي هو حق دستوري، وأيضا مع أن يطبق القانون. لو حكم القضاء للمرايحي لكنا معه في حقه في أن يعود إلى القائمة، ولكن عندما ترفض هيئة الانتخابات تطبيق حكم القضائي، ثم بعد ذلك يلجأ قيس سعيد للالتفاف على المحكمة الإدارية باللجوء إلى البرلمان وتعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين وإخراج المحكمة الإدارية التي امتلكت قدرا من النزاهة بحيث إخراجها من العملية الانتخابية والحكم في القضية العملية الانتخابية، هذه نية واضحة من طرف قيس سعيد لتطبيق الفصل 143، وبالتالي العملية الانتخابية انتهت. هنا نحن نختلف، وبالتالي يعني للأسف الشديد بعض الأصدقاء والإخوة الذين يرغبون في المشاركة خاصة على صفحات الفيسبوك، يعني هناك حالة من التشنج والتوتر، لا ينظرون إلى ما بعد الانتخابات. نحن سنلتقي بعد يوم 7 أكتوبر، وبالتالي لنترفق بأنفسنا. هذا ما زال لديه أمل رغم حكم المحكمة الإدارية، ورغم لجوء قيس سعيد إلى البرلمان لتغيير القانون الانتخابي، ورغم الفصل 143 الذي يهدد العملية الانتخابية. وأنا أقول لأخ زياد أن أغلب المؤيدين للمشاركة وعلى رأسهم الأستاذ عبد الوهاب معطر ويعني فوزي جاب الله ودليل مصدق، كلهم تقريبا أو نقول أغلبهم يؤكدون أن العملية يعني مزورة ولن تؤدي إلى نتيجة الزمال. ولكن أشنو يا سي زياد؟ اسمح لي، شوف أنا أختلف معك في شيئين، وعذرني أول مرة أختلف معك، أنا قلت لك أنا نختلف معك واسمح لي فقط. أول حاجة قلت قبيلة اللي أنا أتحمس يعني ضد النظام واليوم لا. لا 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 لم تفهمني زياد أخي العزيز، لم تفهمني. أنا قلت أن لديه حماسة في طرحه، يعني عندما تؤمن بفكرة لديك حماس. أنا أحبذه لما كنت متحمسا لفكرة أتفق فيها أنا كنت يعني مبسوط، ممكن أني نسكت وخليك أنت تتكلم في مكاني، ما عندي حتى مشكلة. لكن اليوم بما أننا نختلف فإنني يعني أحسد دعاة المشاركة في حماسك، كنت أتمنى حماسك أن لا يكون للمشاركة، وكنت أتمناه أن يكون في فريقي المقاطع، هذا ما قصدته ولم أقصد أنك أنت يعني كما فسرت يعني. طيب لكن هل تتفق مع، لكن هل تتفق علي بن عرفة، هل تتفق مع ما أشار إليه زياد الهاشمي أنه عن مسؤولية الطبقة السياسية في تونس ما بعد الثورة فيما حدث يعني في الوضع الذي تعيشه؟ نتفق تماما يعني هو اختلافنا في اللحظة الأخيرة هي الآن، هل نمضي إلى الصندوق وما زال هناك أمل أم ليس هناك أمل؟ تشخيصنا وتقييمنا لأداء الطبقة السياسية وأنها هي التي أدت بنا إلى هذه النتيجة. وحتى الأخ زياد الآن هو لينجح مشروعه في المشاركة يتحدث على أن تتوحد المعارضة وأن نتجه إلى انتخاب زياد. يا أخي زياد هل ممكن، يعني نحن ننطلق من هذا الواقع المشتت والمشرذم والمعارضة التي لا تكاد تجتمع على شيء، لذلك نقول أنه من الصعب الآن. زياد ما زال يشير البعد الإيديولوجي، قال ما كانش الخوانجية، هل ما زال لعب هذا الدور في هذا الوضع الذي تعيشه تونس، هذا التخندق الإيديولوجي، وما زال مستمرا بعدم التضامن مثلا مع الغنوشي، ما زال يعني الكل يدعو إلى إطلاق سراح المساجين وترفع لافتات ولا يرفع اسم الغنوشي رغم أنه رئيس البرلمان الشرعي ولا يتحدثون عنه. هناك أطراف عندما يكون نهضاوي في الجلسة لا يريدون الجلوس فيها، مظاهرة أو مسيرة أو احتجاج رغم أنه نفس الطلب ضد الانقلاب، مع عودة المسار الديمقراطي، مع إطلاق سراح المساجين، ضد الانتخابات والانتهاكات، ولكن لا يقف مع
عنصر من النهضة. إذن وبالتالي ما يبني عليه أخي زياد أنه نحن نحتاج إلى أن تتوحد المعارضة، ما هذا هو المشكل، ما تمش وحدة للمعارضة، وبالتالي ما نأمله غير موجود سواء من طرف المعارضة في وحدتها، سواء في العملية الانتخابية التي عليها سيف مسلط قانون الفصل 143، وبالتالي وين ماشيين احنا؟ طيب أين تونس من ماشية ومعها المنطقة سيد عبد الله الكبير؟ طبعا تونس مثل ما أشرت كان الليبيون وحتى الجزائريون تزامنت الانتخابات 2019 الرئاسية في الجزائر مع تونس، وكان فيه بدأ ذلك التنافس في تونس بينما الجزائر كانت في أجواء حراك، وليبيا كما كنت تشير الليبيون كانوا يتابعون يغبطون التونسيون على تلك الحسد يعني لكن غبطة يعني. في رأيك هل كانت فعلا كانت هناك مؤامرة مثل ما كان يقول زكريا حناش خارجية على تونس هو لضرب هذه التجربة الديمقراطية، أم أنه هناك مسؤوليات في الداخل الطبقة السياسية في تونس وكذلك لم تكن ربما في مستوى الفرصة التاريخية التي أعطيت لها، لأنه كانت هناك فترة انتقال ديمقراطي في تونس نتحدث عن سنوات، عن 10 سنوات تقريبا. هو بالتأكيد هناك إخفاق للطبقة السياسية، وهذا مثل ما ينطبق على تونس ينطبق حتى على ليبيا، حتى ليبيا أخفقت الطبقة السياسية السنوات الأولى، يعني كانت الثورة في أوجها واستبشار وانتخابات ناجحة، وهناك إخفاق. من أهم أسباب هذا الإخفاق هو التنافس، قبل إرساء أسس وقواعد النظام الديمقراطي هناك تنافس على السلطة، تنافس حاد. من الأخطاء التي وقعت فيها هناك تنافس أيضا البعد الإيديولوجي نفس الشيء في ليبيا كذلك كان هناك هذا البعد. هذا درس أتمنى أن تفهمه كل النخب السياسية، أنك أنت عندما تقبل بقمع معارضيك السياسيين أنت حكمت على نفسك بالإعدام السياسي، لأن عندما تقبل أن يسجن معارضك الإيديولوجي المختلف معك سياسيا وفكريا، عندما تقبل بقمعه وباتخاذ كل الإجراءات المضادة للديمقراطية ضده، تقبل بهذا وتتحالف مع السلطة أو مع العسكر ضده، أنت حكمت على العملية الديمقراطية برمتها بالإعدام، يفترض أن تكون مساندا له رغم الخلاف بينك وبينه. هذا من ضمن الأخطاء، وأنا أتمنى أن النخبة التونسية السياسية والإعلامية أن تراجع المرحلة الماضية وتقف على الأخطاء وعلى الإخفاقات وعلى الانتكاسات، لأن ما فعله قيس سعيد في جويليا وأن المشهد السياسي التونسي الآن هو خلاصة أو تتويج لهذا الإخفاق، لابد أن نعترف بهذا. وأريد أن أتفاعل مع ما الضيفين، يعني نعم أنا قرأت وطلعت على بعض الآراء التي تقول أن لو تتحد المعارضة خلف العياشي، العياشي يبدو كمنافس قوي وقد فلت الآن، ولكن إذا افترضنا أن العياشي حاز على الأصوات وأن قيس سعيد لا يستطيع تزوير هذه الأصوات وفقا للسيد زياد أن الجيش سيحمي هذه الصناديق، واضطرت الهيئة أن تعلن أن العياشي فاز بنسبة 52% من الجولة الأولى حتى مش من الجولة الثانية، هل لدى قيس سعيد أدوات يستطيع أن يبطل بها الانتخابات؟ لأنه عندما مضى في هذا المسار قرر أن يستحوذ على كل السلطات، هو هذه الإجراءات التي اتخذها كلها لكي يفوز، يعني هذه الانتخابات هي انتخابات شكلية تقريبا نتيجتها محسومة، هل سيسمح في اللحظة الأخيرة بعد كل هالإجراءات التي اتخذها، هل سيسمح بأن المعارضة تتحد وتفاعل التونسيون مع الانتخابات وعندا في هذا الانقلاب يصوتون للعياش وتطلع نتيجة؟ عنده كيف يبطلها ولا ما عندهاش؟ عنده كيف؟ لأن هذا رجل مسجون والعجيب يعني أمس 25 قضية توه الأستاذ علي قال 35 وتوه 37، يعني يعتقد أني بعد الحلقة يقولوا راه ولا 42 قضية مرفوعات ضده وفي حكم في إحدى القضايا بتزوير توكيلات. لو تشوفوا تجربة السيسي الأخيرة، ما من مرشح قوي يبدي في الانتخابات الأخيرة اللي فاز بها السيسي، طبعا محسومة حتى هي، ما من مرشح مصري أبدى استعداده للدخول هذه الانتخابات فيه السيسي خطر وأنه ممكن يفوز بهذه الانتخابات إلا ووضعه في السجن ولفق له تهم. على فكرة الدكتور يعني فكرة المشاركة
تنبني أو تحتاج إلى ما ذكره السيد زياد أنه المعارضة تتحد، هذه المعارضة غير موحدة. طيب. وبالتالي هناك قراءة أنه ما زالت تونس تحتاج إلى قيس سعيد حتى تتعلم المعارضة أنها يجب أن يعني تقصي فكرة الإقصاء وتتبنى فكرة الاعتراف بالآخر وتتوحد على أرضية الديمقراطية، على أسس، على أسس الديمقراطية دون أن نقبلها جميعا ونتوحد على هذه الأسس، فإنه ما زالت تونس في حاجة إلى من يعني يدفع المعارضة إلى أن تؤمن يقرع المعارضة وتقتنع بأنه لا سبيل لها إلا إلى التعايش والاعتراف ببعضها الاعتراف بالآخر. زكريا هلناش، طبعا هذا نقاش المشاركة والمقاطعة أثيرة في الجزائر في الانتخابات، انتخابات 7 من سبتمبر كذلك، وفي النهاية كانت مقاطعة شعبية كبيرة وتضارب في إعلان النتائج مثل ما أشرت، مرة 94% نسبة التصويت لتبون ثم تم تخفيضها وتغيير نسبة المشاركة كذلك. طبعا السلطة في الجزائر واضح أنها تفضل قيس سعيد، وكيف ينظر لدروس أيضا ما حدث في تونس في الجزائر؟ ربما العكس صحيح. صحيح، يعني عندما نسمع الأخوة التونسيين يتناقشوا حول الانتخابات نفس ما حدث يعني في الجزائر، عندنا الحزب الأفافاس عندما كنا نسمع خطابهم كان نفس الخطاب، هو أنه يدعو المعارضة للإئتلاف كلهم مع مرشح الأفافاس، حتى مثل حزب الـ ECP زبيدة عسول قالت أنه يجب علينا أن نجمع جميع المعارضة ونتفق حول مشروع توافقي لكي يعني نترشح الانتخابات الرئاسية لـ 7 سبتمبر. يعني تقريبا نفس النقاش اللي يحدث في تونس هو تقريبا طبق الأصل حدث في الجزائر، حتى أنه في الطبقة السياسية نحن في الجزائر للأسف الطبقة السياسية في الجزائر عندها في الحراك 2019 الطبقة السياسية كانت بعيدة عن الطبقة الشعبية، كان فيه عدم الثقة، لأنه عندما خرج الشعب في فبراير 2019 خاصة في العام الأول والثاني كان هناك بعد بين الطبقة السياسية والشعب اللي كان يعني خارج في مسيرة الحراك، يعني وأيضا البعد الأيديولوجي لعب دور كبير أيضا في التفرقة والنظام. أنا لازم نعرف أن الأنظمة الدكتاتورية والشمولية مثل الجزائر وتونس ومصر والدول الأخرى يستعملون الاختلاف الأيديولوجي، يستعملونه كسلاح فرق تسد. هذا هو صار في تونس، صار في الجزائر، صار في الأنظمة الأخرى. يعني باش يعني المعارضة يشوف النقطة اللي توحدهم، مثلا هناك عصا واحدة تضربهم، يعني يعني السلطة تدخلهم جميعا للسجن، يعني السلطة قيس سعيد عندما تدخل يعني معارض للسجن ما تشوفش حسب هل هو ديمقراطي أو إسلاموي، يعني بما أنك معارض لخارج الطريق الذي فرضها قيس سعيد واللي معاه تدخل للسجن، يعني هناك عصا واحدة تضربهم. لكن عندما يكون فيه المعارضة في العمل وفي النضال تلقى دائما هناك الطابوت إيديولوجيك، يعني هناك دائما هذاك الأزمة الإيديولوجية، هذاك من اسمه ما ملكوش معه خط إسلامي، هذاك ديمقراطي، هذاك هو. هذا هو مشكل، أنه لازم نعرفه أنه الأنظمة الشمولية تغذي هذا الخلاف، تحاول تغذي وتكبر هذا المشكل الأيديولوجي. أنا حاب نعطي يعني الأخوة التونسيين، أنا عندي سؤالين حاب نطرحه. يعني هل هناك سلطة لو فاز مثلا زمان، هل هناك سلطة تحمي فوز زمان؟ هل هناك سلطة يعني تقدر أنها تفرض زمان أن يكون رئيس الجمهورية؟ سؤال ثاني، هل هناك سلطة تجبر قيس سعيد ومن وراءه قبول فوز زمان في لا خلينا نسمع هذا هو السؤال المطروح. هذا السؤال نسمع زياد الهاشمي باختصار، سمعت سؤالين، ما رأيك؟ بالنسبة لقيس سعيد ما عادش عنده حلول، لهذا هو ذهب للأقصى، وحاليا يعني حالة الارتباك اللي هو موجود فيها السيد يعني وصل لمرحلة من الدناءة انه نزل عائلته للشارع يفرقوا في الصور نتاعه، في صوره يعني تقريبا ما كناش نتخيلوها. يعني تخيل خوه وفي الشارع يحكي باسمه، اسهار عاكه شبيه للسهر نتاعه يعني وفي الشارع. كان ليس هذا معمول فيه في دول اخرى، يعني انه العائله بالعكس تساهم في الحمله الانتخابيه. لا ندخل في الانتخابات مرتي وامي فرقوا في الغرب، بالعكس في الغرب
بالعكس حضور العائلات في الولايات المتحدة في بريطانيا حضور العائلات بالعكس شكل من أشكال الدعاية الانتخابية. هذاك كي تحب انت تزينها وتقربتها وتعمل شويه برفان تولي هكاك العائله المسانده، لا هو دليل على الفقر، دليل على انه السيد هذايا ما عاش عنده حتى حد ذو قيمه ذو وزن يتحدث باسمه. اليوم انصاف وارباع واعشار الرجال فقط. خلينا نبقى في النقاش السياسي رجاء زياد الهاشمي، ولكن قيس سعيد يقدم يعني كل التحليلات تجمع على انه المرشح لخلافه نفسه. انت طبعا لديك أمل بأنه ربما العياشي زمال رغم أنه في السجن وبكل الأحكام التي صدرت في حقه باستطاعته أن يفوز في هذه الانتخابات باختصار لسه. الأمل هذه جاني من عند قيس سعيد. طيب. لما نشوف الرعب متاع قيس سعيد ونشوف يعني عملية الارتجال متاعه والموبقات القانونية الكل اللي عملها واضح أنه مرعوب. السؤال نطرحوه، لو كان قيس سعيد جاء مطمئن وذهب إلى عودها ثانية بكل سلاسة علاش عمل هذا الكل؟ طيب هذا ايضا ينضم ربما هذا يمكن ضمه الى سؤال زكريا حناش علي بن عرفه، وكنت تجيب على زكريا وتقول ليس هناك اي ضمانات. ذكرت يعني انه ما ثمش ضمانات لانه عنده فصل حاني، هو رجل قانون دستوري، ولكن هذه المعرفه القانونيه الدستوريه استعملها استعمالا سيئا. التونسيون عندما انتخبوا قيس سعيد لموقع رئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية هو الحامي للدستور، ومن بين نقاط القوة أنه أستاذ قانون دستوري، وتأمل التونسيون أنه قيس سعيد سوف يحمي الدستور باعتباره أستاذ للقانون الدستوري، ولكن فوجئنا أن هذا الأستاذ القانون الدستوري يعبث بالدستور، أول من ينقلب على الدستور يعبث بالدستور ويعبث بالقانون الانتخابي، ويعني يعني الدستور هو عقد اجتماعي بين القوى المكونة للمجتمع، ولكن قيس سعيد صاغ دستورا بنفسه، صاغ دستورا بيده وحده وفرضه على الشعب. يعني هل ممكن لأستاذ قانون دستور على ذكر الشعب ما موقع الشعب الآن؟ شعب التونسي غير معني بالانتخابات، أنا تقديري على كل حال غير معني بالانتخابات. الشعب مرهق وراء يعني المواد الأساسية، غياب مواد الأساسية، غلاء المعيشة، يعني العودة المدرسية، يعني الشعب يعني غير معني، خاصة وتشتت المعارضة وتشرذمها، يعني التجربة الماضية أيضا أحبطت الناس، وأيضا ولكن أمس خرج التونسي لا هؤلاء يعني شارع سياسي، شارع غاضب السياسي. بالعكس تماما، هو غاضب على قيس سعيد ويرفع شعارات الثورة، يرفع ديجاج ويرفع معنى الشعب يريد إسقاط النظام وجاك الدور يا قيس، يعني جاك دور مثل ما رحل بن علي سوف ترحل أنت. على كل حال أنا أختم بأنه أخي زياد والله أملك إن شاء الله نأمل أنه يتحقق، ويسعدني لو يتحقق ولكن لا أعتقد. وعلى كل حال نلتقي يوم 7 أكتوبر إن شاء الله لنواصل النضال سويا ضد الانقلاب. شكرا لك أستاذ علي. لا لحظة، لا تنسى أن المشاركة والتفاعل مع الانتخابات مع كل هذا التزوير وهذا التلفيق راه سيعطيها شرعية طبعا، ولذلك نحن قلنا نقاطع، رأي خيار المقاطعة يبقى أفضل بكثير طبعاً طبعاً من المقامرة طبعاً. شكرا لك يفوز العياشي. شكرا لك علي بن عرفة الدبلوماسي التونسي السابق، والشكر كذلك لعبد الله الكبير المحلل السياسي الليبي، شكر لسيد زياد الهاشمي البرلماني التونسي القيادي في ائتلاف الكرامة كان معنا من بروكسل، والشكر كذلك لزكريا حناش مدون وناشط الحقوقي الجزائري كان معنا من مريان. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.